الخبر الأول عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب. يقول الخبر: أجرى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب اتصالا هاتفيا مساء الاثنين الماضي بقداسة البابا فرنسيس الأول بابا روما ورئيس حاضرة الفاتيكان لتهنئة قداسته بحلول أعياد الميلاد المجيدة وبمناسبة عيد ميلاد البابا 82. وأعرف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور الطيب شيخ الأزهر عن خالص أمنياته لقداسة بابا الكنيسة الكاثوليكية ولكافة الإخوة المسيحيين في العالم بمناسبة عيد ميلاد السيد المسيح عليه الصلاة والسلام، كما هنأه بعيد ميلاده 82 داعيا الله سبحانه وتعالى أن يحفظه ويطيل عمره من أجل الخير والمحبة والسلام. ومن جانبه أعرب قداسة البابا فرنسيس عن شكره لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر على تلك اللفتة الطيبة الجميلة والتي تعبر عن إنسان مخلص يحمل المحبة الصادقة في قلبه، مؤكدا سعادته بتجدد اللقاء مع شيخ الأزهر في أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة قريبا. وأضاف قداسة البابا قائلا: تأكد أنني أصلي دائما من أجلك وأشكرك جدا على محبتك الخالصة. ربنا يديم المعروف إن شاء الله.